مسلم ملك المهرجانات النجم المعروف فاجئ جمهوره بأنه أعلن أنه رجع تاني لخطيبته يارا تامر بعد ما كان أعلن قبل كده في وقت فات أنه فسخ خطبته منها، وده عمل حالة من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا أن يارا طلعت وقالت بعد ما فكوا الخطوبة أن كويس أن ربنا أظهر لنا كل حاجة كده من بدري قبل ما نخش في موضوع، والناس كلها اتفاجئت بالرد بعد ما كانوا عاملين خطوبة أسطورية. نزلت صورهم مع بعض، صور رومانسية بتبين قد ايه كانت اللحظات دافية قوي ما بينهم، وعلقت على صورة منهم وقالت بحبك يا حبيبي. الواحد مستغرب فجأة كده، ربنا يهدي ويهدي الأحوال. أما بقى تيم حسن ووفاء الكليني اتقال عليهم انهم اتطلقوا، والكلام كان مليان إشاعات لغاية ما ظهروا من أسبوع كده هما الاتنين مع بعض ومطقمين كمان، وده بيأكد ان مفيش اي طلاق. اخو ياسمين عبد العزيز وائل كتب رسالة غامضة لاخته، هو دلوقتي موجود في مكة المكرمة عشان يأدي فريضة الحج، وراح حط صورة ليه هو واخته على الانستجرام وكتب عليها ربنا يكرمك ويوفقك ويبعد عنك وعنا المزيفين والكذابين والحائدين واصحاب المصالح المتلونين في صورة اصحاب. يقصد ايه برسالته الغامضة؟ اكيد يقصد حد، ما هو مش معقول هيتكلم على الفاضي. ايتن عامر فستانها الاخضر اللي كسر الدنيا كانت موجودة في حفل زفاف وظهرت بالفستان ده واتصورت مع المعجبين، بس حتة فستان يجنن، ده حتى كمان رقصت بيه ما سبتش حاجة في نفسها ولا وعملتها. بحبيبتنا كلنا ياسمين عز اللي مفيش زيها، نجمة النجوم ومذيعة المذيعات، وجهت نصيحة لطلاب الثانوية العامة، ما انت لازم تاخدوا بالكم من النصيحة دي مهمة قوي. قالت للبنات ملهاش دعوة بالولاد، قالت لها قومي لمي المنهج وسيبك من احمد، لو سقطتي مش هينفعك، امه هتجوزوا البنت خالته في الاخر، وانتي لو ما نجحتيش هيسموكي شيماء ام ملحق. يا نهار ابيض، صدق معاها حق. اما بقى روبي كانت في حفله، والحفله كانت فيها هوا جديد شويه، يظهر انها في البحر ولا على الساحل بدايه حفلات الصيف بقى، بس حصل موقف انا معرفش هو محرج ولا هو مقصود ومبسوط، ظهرت الملابس الداخلية لروبي. أيوة زي ما بقول لكم كده، حتى حضرتكم كده شوفوا الفيديو. مي عمر هي ومحمد سامي جوزها كانوا مع بعض في حفلة تسليم جوائز انرجي، واخدوا الاتنين جوائز، لكن الكاميرا رصدتهم وهم مروحين البيت، كمان كاميرا خاصة بس شقية صورتهم من بلكونة بيتهم وهم طالعين، حتى شوفوا الفيديو كده. أخبارنا النهاردة كتيرة شوية، بس استنونا في أخبار تانية. باي.